بقول لك ايه، انا فهمت ذوقي. تاخدي دي اسمها عضة النمر. اعمل حسبتك يا كشمير وهات الفاتوره عشان عايز امشي. فاتوره امك دي. بصي يا بنتي، الجوازه اللي بتبتدي بفواتير ما بتعمرش كتير، وتدخلي نفسك في ضريبه ليه؟ ايه الالعاب دي يا كشمير؟ يا جماعه لازم ناخد فاتوره مش بيان اسعار على اي خدمه او بضاعه هتشتريها علشان ما حدش ياخد حقك. يا عم كشمير، القماشه اللي خدتها منك امبارح طلعت شيطه. انا يا ابني اديتك فاتوره. لا حضرتك ما تديش فاتوره خالص. خلاص يبقى الشياط من عندكم، ريحته عندكم. ضريبه القيمه المضافه احسبها براحتك، تلاقيها في مصلحتك.